منتخب مصر يلعب ازاي في كاس الامم الافريقيه؟ هيلعب والله هيلعب، ربنا يكرم. هيلعب بمجهود اللعيبه، والله هيلعب بمجهود اللعيبه من غير مدرب؟ مدرب يا كابتن اللي بيطلع يصرح التصريحات دي انا ما بثقش فيه. خلاص انا بقول لك مدرب نيجيريا ممكن يكون عارف ان فرقته عاديه، يقول لك انا احسن فرقه عندي، انا ما حدش يعرف يكسبني، خوفني. يعني دلوقتي المنتخب يلعب من غير مدرب يكسب؟ لا ده هو هيلعبوا، هم هيلعبوا كافراد. احنا لما الفرقه دي بتفوق احنا عندنا احسن لعيب في العالم، محمد صلاح، وعندنا مرموش او رمضان، وعندنا مصطفى محمد قدام او شريف، وعندنا في نص الملعب حلوه تريزيجيه في نص الملعب دي، وحمدي فتحي او النني والسوليه. السوليه مش هيلعب، يبقى النني وحمدي فتحي، الثلاثه دولت فيهم تريزيجيه بيطير، ممكن يبقى تحت الفيرود رقم 10 ويبتدي من 8. والاربعه اللي ورا الله اكبر مع الشناوي احنا قليل قوي بيخش فينا جوان ملعوبه، يعني ما تلاقيش اختراقات. ومين اللي خلاهم جامدين؟ لا هو قبل ما يجي، لا ما احنا ما يعني قبل مع حسام البدري احنا ما دخلش فينا جوان كتيره برضه قوي. يعني ما مش اللي هو حسام ما اتغلبش اصلا. انا بحس ان كروش مدرب بيعرف يامن كويس، يعني ممكن ما يبقاش عنده الاداء الحلو الممتع بس بيخلي الفرقه ثابته، يعني صعب تخسر مثلا لو حتى لو خسرت. انا قلت الكلام ده، صعب تخسر، انا قلت الكلام ده مع كروش هتوقف عليه من شهر، قلت في البطوله قلت له احنا مش سهل يخش فينا جون، برافو عليك. ماشي ده شغله كويس. هو كان جون، كان حارس مرمى، انت فاهمني، وكان بيلعب ايام الكوره ما كانتش بالرجل، كان مسك بايد بس وايده رجله في الدهن. بكلمك بجد، قول لي انت كده بتخبط في جيلنا برضو، جيل المصريين يعني اللي هو احنا كنا بنلعب كوره، بس كان مثلا لما كان اكرامي بيمسكها. لا لا قبليكوا بشويه، لا قبليكوا كمان بشويه، بس كان في حسن شحاته لو اتعملت له في اخر الدنيا بيوقفها، كان في الخطيب بيوقفها وهي في السما في البرج، انت فاهمني. اما دلوقتي التحضير ويبقى الفرود عند لونج رايت بدل ما يرفع يروح يرجعها للجون. الطريقه دي هتنتهي قريب، الطريقه دي هتنتهي قريب، اللي ترجيع الكره كتير للجون دي وبتاع، بيبقى انت مهاجم ويقول لك رجع الجون افتح اللعب تاني، هتنتهي الطريقه دي قريب قوي يعني.